عشان اطبق جاست ان تايم. يا ريت يا ريت لو اشتغل بما يسمى بالوان بيس فلو. يعني ايه وان بيس فلو؟ حد يقول ما هي الوان بيس فلو؟ ان البرودكت يمشي فلو واحد، يعني كل ماشين تسلم التانية في البروسيس اللي بعدها على طول، كحرف مثلا نيو او كحرف اي، اللي هو من اول الرو لحد ما توصل للباكجينج اريا، تمشي في سيكونس، تمشي في بول فلو. ما هو ده فلو. طب هي جت منين الوان بيس؟ ان هي تمشي واحده، يعني باتش واحد، يعني تتعامل از باتش واحده يعني، او بيس واحده. قربتي يعني، ان لم تكن قلتيها حقيقيه فانت قربتي جدا، بس او شبه قلتي الكلام اللي انا عايز اقوله. بصوا كده معايا على الرسمه دي او على الشكل ده. لا انا حبيت الفيديو ده، انا عايزاه ممكن تبعته على، حبيت الفيديو ده. يعني انت سبت الكورس ده، ولما سبت الكورس كله ولما تعوزي حاجه تعوزي فيديو صدق حتى يبقى بس ماشي. لا اصل انا عندي بروجكت في اللين، فانا حبيت البرزنتيشن بالطريقه دي بصراحه. بسيط انا مش عايز لا مبسوط، هسرقها من حضرتك كده. لا براحتك يا نورهان براحتك. هو ايه اللي حصل؟ اللي تحت لو نرجع كده خطوتين ثلاثه لورا، هو كان بيتحرك ازاي؟ اللي تحت كان عنده بيطبق ما يسمى بالوان بيس فلو. يعني ايه وان بيس فلو؟ هو قطعه بتطلع بتتحرك مباشره بعدها، ما بتستناش باتش، ما عندهاش ويت تايم. فاكر لما كنا نتكلم على الليد تايم كان جزء منه حاجه اسمها ويت. هنا اللي بيطلع بسرعه، ودي تلاقيها في شركات بتطبق حاجه اسمها، الشركات بيبقى عندها حاجه اسمها كونفويرز سيور. القطعه بتطلع بتعدي للي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. في شركات تانية القطعه لما تطلع استنى لما تكمل بارد وبعد كده نحركها. بص هنا في الاولانيه وان بيس فلو اتحرك، خد مده قد ايه؟ 29 ثانيه. لما بدات تتحرك بباتشايه 5 اتحرك 5 5، اللي فوق بيتحرك 10 10. عمل لي الكلام ده ليه تايم قد ايه؟ الاولانيه نقل ال 100 ال 10 قطع بتوعه نقلها في 29 ثانيه، الثانيه نقلها في 41 ثانيه، الثالثه نقلها في دقيقه. فمينا كده قاعد بيقول هندسه طب يعني فرقت 29 من 41 من دقيقه؟ قلت له لا هي مش فرقت، بص عليها كبرسنتج، بص عليها كبرسنتج. الاولانيه من الثانيه عامله سيفنج حوالي 25% من الوقت، الاولانيه من الثالثه عامله سيفنج 50% من الوقت، لانه بيتحرك ايه؟ وان بيس فلو، بيطلع بيخش. فده المنطق من ضمن التطبيقات بتاعت اللين بتاعتنا.